وهل خطبة الجمعة شرط أساس في صحتها؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال بعد ذلك: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. يؤخذ من هذا أن من مقاصد تشريع صلاة الجمعة الاستماع إلى ذكر الله بالخطبة التي تلقى أو ذكر الله بالصلاة نفسها، ففيها ذكر كثير. وذم الله جماعة تركوا الرسول قائما يخطب وانصرفوا عنه إلى التجارة واللهو، وكانت الخطبة بعد الصلاة ثم جعلت قبلها حتى يحبس الناس لسماعها. وكل اجتماع سابق قبل الإسلام عند العرب في المواسم والأسواق كان لا يخلو غالبا من خطابة نثرية أو شعرية، فهو فرصة لعرض الآراء وطرح المشكلات واقتراح الحلول. وكعب بن لؤي أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في قريش يوم العروبة وهو يوم الجمعة ويذكرهم بمبعث الرسول. ولأهمية خطبة الجمعة حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة من وسائل التبليغ الجماعي، وقال جمهور العلماء لأنها واجبة لا تصح صلاة الجمعة بدونها، بناء على الأمر بالسعي إلى ذكر الله إذا نودي لصلاة الجمعة وعلى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. لكن قال الحسن البصري وداود الظاهري وبعض علماء المالكية قالوا إنها سنة لا واجبة، أي تصح صلاة الجمعة بدون الخطبة، لأن أدلة الوجوب ليست قاطعة الدلالة عليه فلا تفيد أكثر من الندب. ومهما يكن من شيء فلا ينبغي تركها، وهي في بعض المذاهب يسيرة جدا، فالحنفية اكتفوا فيها بمجرد ذكر الله كقول الخطيب الحمد لله قاصدا بذلك الخطبة. والمالكية قالوا يكفي اشتمالها على موعظة من ترغيب وترهيب، مثل: اتقوا الله حتى يرضى عنكم، ولا تعصوه حتى لا يعذبكم. ولا داعي للتمسك بمذهب الشافعي الذي يحتم أن تكون مشتملة على خمسة أمور، وهي: حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، والأمر بالتقوى في كل من الخطبتين، وقراءة آية في إحداهما والأولى أولى، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية، ودين الله يسر. ومن شروط صحتها أن تؤدى من وقوف، وأن يكون بين الخطبتين جلوس عند بعض الأئمة.